عاصم حسنة شاب سوري أفقدته الحرب قدمه، لكنه لم يفقد عزيمته وأمله في الحياة، فحول الألم إلى قمة الأمل والإنجاز، وأصبح الآن يصنع الأطراف الصناعية. ومعنا الآن من ألمانيا عاصم حسنة، ويسعد صباحك يا عاصم. الله يسعد صباحكم. بس لو تعلي صوتك شوي. تمام هيك؟ تمام. يسعد صباحك عاصم، ويعني ما شاء الله مثال جميل للشباب المكافح صاحب الإرادة القوية اللي استطاع فعلا تحويل هذا الألم من فقد أحد أعضاء جسده إلى عطاء للآخرين، وعطاء بسعادة وبنهم وفرح. إذا حدثنا عاصم عن هذا العطاء، كيف استطعت هذا يعني الجمع بين الفقد ومن ثم إلى العطاء؟ الله يسعد صباحكم. أول شيء بتمنى يكون هيك صوت تمام. تمام تمام تمام. هلا هو الحمد لله يعني بداية يعني كان تحويل هذا الألم اللي صار معي، تحويل إصابة يعني تحويل فقد أحد أطرافي لعطاء للناس، هو كان عبارة عن شكر لرب العالمين إني نجيت من هيك إصابة يعني. نعم. يعني كانت بإمكاني بكل سهولة إني يعني موت فيها. ف يعني كان هذا الشيء إنه أنا ما متت، يعني كان مثل رسالة من رب العالمين إنه أنا لسه في شيء لازم أساوي بهالدنيا، لازم ساعد بأي طريقة قادر عليها. والحمد لله كانت هاي الطريقة أني ساعد الناس اللي مثلي. طبعا ببداية إصابتي ما كان عندي يعني أي تصور لا يعني كيف ممكن ساعد هالناس، كان بس بدي أطلع من المشفى صير إلي علاقة بموضوع الأطراف الاصطناعية بأي شكل من الأشكال. طبعا بعد سنة من خروجي من المشفى التحقت بدورة بعمان بالأردن لتدرب على صناعة الأطراف الاصطناعية، وبنفس الوقت حصلت على طرف اصطناعي من ضمن هاي الدورة، فكنت مريض وكنت متدرب بنفس الوقت. يعني جميل. يعني عاصم احنا طيب بالنهاية نفس بشرية، ولحتى نكون واقعيين اكثر، يعني النفس البشرية تتأثر، هذا بالنهاية مصاب كبير انك تفقد احد اطرافك، وبالتأكيد يعني سبب ازمة نفسية. خبرنا، هل يعني بالفعل سبب ازمة نفسية كبيرة لك؟ وفي حال انه سببت لك هاي الازمة النفسية، كيف استطعت انك تتجاوز هاي الازمة؟ وبكل صراحة يعني حتى المشاهدين اللي عاصروا ذات التجربة يستفيدوا بالفعل. هلا مثل ما قلت يعني خلينا نكون واقعيين، اكيد انا ما كنت عم بضحك وما كنت مبسوط يعني وقت كنت بالمشفى. طبعا كان في يعني انتقال من مرحله. نعم. لمرحله جديده بالحياه. نعم. انه هلا انا صرت يعني خلص ما عاد ارجع مثل الاول، خلص هذا الشيء من اول يوم من اصابتي انا كنت واثق منه تماما. بس يعني بالنهايه الرضا بقضاء رب العالمين، الرضا بهذا الشيء اللي رب العالمين اختار لنا اياه، انا ما اخترت بايدي اني هيك صير. طبعا الرضا هو اللي بيخلي الانسان جميل. يعني ما يخلي الاكتئاب يسيطر عليه. طبعا في واحد بيفكر بافكار انه انا يا ترى رح ارجع امشي، رح ارجع اركض، رح ارجع، بتصير بتخطر بباله شغلات اصلا ما كان يفكر فيها وهو مو مصاب. فالرضا بقضاء رب العالمين وانه يطلع للمستقبل، يعني انا بدي اطلع. نعم. شو ممكن حقق بعد هاي الاصابه، ما بدي اطلع لورا، بدي اطلع لورا باكتئاب. وللاسف في كثير حالات يعني انا كثير قابلتها بالاردن كان عندهم اكتئاب تام يعني يعني شايفين الحياة بشكل أسود بشكل كامل. طبعا يعني موضوع كيف بدنا نتجاوز هي الـ الأزمة النفسية، طبعا عائلتي وأصدقائي كان كتير لهم دور مهم، والدور الأهم هو أعرف أنه هذا الشخص المبتور بيقدر يقدم شيء. يعني طبعا هي الدورة اللي أنا التحقت فيها خلال 9 شهور طبعا كانت علاج نفسي. الإيمان بالذات والإرادة بالضبط. يعني يعني أنا آمنت أنه بدي ساعد غيري، والحمد لله الله هيئ لي هي الدورة اللي أنا دخلت فيها. طبعا كانت هي العلاج النفسي الأفضل يعني بكل الطرق، إنه ساوي شيء، اشتغل شيء، مو بس يخليك تعوض النقص، يخليك تزيد يعني تعطي زيادة. جميل. طب يعني أكثر الأمور اللي فعلا يحتاجها الأشخاص اللي بيفقدوا أحد أعضائهم، يعني رغم هاي المعوقات الكثيرة سواء كانت من المجتمع، من الضغوط النفسية، من الأمور الغير متوفرة، لكن ما هو أكثر شيء يحتاجه فعلا ممن حوله، من البيئة اللي حوله، حتى ينهض من جديد ويعيد يعني عطاءه ويعني يعطي فعلا للآخرين؟ هلا نحن للاسف الشديد يعني عم يكون اهتمام الاطباء، اهتمام المؤسسات الطبيه عنا للاسف يعني ببلادنا هو بس على مرحله الخطر مثل ما بنقول. يعني مثلا هذا المصاب هو مصاب حرب، بيتم التعامل معه انه نحن بس لازم ننقذ حياته، بس لازم ما نخليه يموت. طبعا هذا الشيء كثير كثير مهم، وكثير كثير الاطباء بذلوا جهد يعني حتى يساعدوني ويساعدوا الناس اللي تصاوبت مثلي بالحرب او حتى بغير الحروب. بس عم يكون يعني ما عم نفكر بالمرحله اللي هي بعد ما المريض يطلع من المشفى، ما عم نفكر انه نحن لازم باسرع ما يمكن نقدم له طرف اصطناعي يكون من افخر واجود الانواع لحتى يقدر يمشي، لحتى يقدر يرجع، لحتى ما نخلي يعني لحتى ما نخليه يعيش مثلا سنه او سنتين
بوهم انه انا ممكن امشي ولا ما ممكن امشي. طبعا هذا الشيء انا صار معي للاسف يعني، لهلا عم عاني من 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 شغلات كان ممكن تجاوزها بكل بساطه بمرحله اعاده التاهيل. يعني انا ليش لحتى مثلا جرب 10 اطراف لحتى يزبط واحد؟ جميل. انا بس اقدم، يعني بس اقدم للمريض شيء يخليه يرجع باسرع ما يمكن لحياته الطبيعيه، هو مباشره رح ينسى لما يطلع يمشي بدون عكازات. كمان هذا يعني يعتبر من 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 افضل العلاجات النفسيه، احسن ما اقعد اعطيه محاضرات واقول له انت رح تمشي وفرجيه فيديوهات هذا اللي عم يركض وهذا اللي عم يتسلق جبل. فانا لا، خليني ساعده بشيء يعني بالحد الادنى على الاقل باسرع ما يمكن. يعني جميل عاصم انك بالفعل استفدت من تجربتك ومن واقع تجربتك بمساعده الاخرين. خبرنا بصراحه عن شعورك الحقيقي في حال انك انت غيرت شخص للافضل، غيرت حياه شخص من خلال النصائح اللي عم تعطيها، وعدا عن ذلك من خلال تقديم الطرف الصناعي له. اذا بتستحضر قصه او بتستحضر موقف او بتستحضر شعورك في احد المواقف. والله بصراحة يعني الشعور اللي الواحد بيحس فيه بس يساعد شخص، خاصة إذا كان عم يعاني من نفس الشيء اللي هو عانى منه، يعني بالنسبة لي هو الشيء الوحيد اللي عم يخليني أقول الحمد لله إني تصابت والحمد لله إني فقدت رجلي. يعني هلا أنا يعني صرت أول شيء صرت أشوف العالم من منظور ثاني، صرت أشوف الناس بشكل ثاني بشكل أفضل. أنا بعتبر حالي لأني طلعت من هي الدائرة المغلقة يلي كل الناس فيها مثل بعضها، يعني خلينا نقول، فصرت واقف بمكان عم شوف فيه الناس مختلفين. طبعا أحد القصص اللي كتير 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 بتذكرها ومستحيل أنساها، طفل سوري من درعا فقد رجلتين والتنتين، وكتير كتير كان متحمس، ويعني أكثر شخص شفته متفائل بحياتي هو هذا الطفل. عمره تقريبا كان 7 سنين، يعني هلأ عمره 9 سنين، هذا الحكي من سنتين. طبعا بس ساعدناه وسوينا له طرفين اصطناعيين، يعني ما في خلال أسبوع كان عم يلعب طابع. يعني تخيلي إنه هذا الحماس اللي عنده، يعني نحن بس ساعدناه بموضوع تقني، بموضوع يعني مادي، نحن ما قدمنا له شيء نفسي بصراحة. يعني بس شافني مثلا، أنا كنت ألبس شورت وقت روح على الورشة، شافني اني مثلا عم بمشي، اوكي عندي طرف اصطناعي وعم بمشي، قلنا له رح يصير عندك مثلهم، صار عنده مثلهم، لبسهم وصار يمشي، خلص انتهت ازمته، انتهت مشكلته، خلص هلا بلش حياته الجديده. اما انا اذا بيترك هذا المريض لمده شهر او شهرين او سنه، فانا حتى لو اعطيته طرف للاسف لح يعني خلص صار عنده مثل ندبه نفسيه خلينا نقول. اذا العلاج هو العلاج السريع اللي بيكون فعلا له اثر اكثر. عاصم، يعني خبرنا عن انتقالك لالمانيا، انت بعد ما كنت في الاردن وفعلا ركبت هذا الطرف الاصطناعي خرجت الى المانيا وكان لك نشاطك ويعني اسلوبك الخاص في مساعده الاخرين. ما هي نشاطاتك حاليا بالمانيا وما هي طموحاتك المستقبليه؟ والله لا، حاليا بالمانيا انا صرت تقريبا هون سنه وعم بستنى لسه امور اللجوء وما اللجوء والقصص بتطول. نعم. فهلا انا ممنوع اني اشتغل يعني بشكل رسمي، وصعب اني ادخل على الجامعه قبل ما ادرس لغه. يعني هلا عم بدرس اللغه الالمانيه، وبنفس الوقت بما انه ما فيني اساوي شيء هلا، فعم بعمل مثل كورسات للاطفال، طبعا اللاجئين وغير اللاجئين، اي حدا اهلا وسهلا فيه يعني. لحتى يتعلموا عن الاساسيات البرمجه، اساسيات الروبوتات، اساسيات الالكترونيات. طبعا هذا اختصاصك بالاصل. هلا بصراحه اختصاصي الاكاديمي انا رياضيات، انا درست سنتين رياضيات. وبالاردن قابلت منظمه اسمها ريفيجي اوبن وير، ومن خلال شغلي معهم خلال سنه تعلمت على هي التقنيات وعلى هي القصص. فانا يعني انا حبيت اقدم شيء، يعني هلا ما فيني ادرس ولا فيني اشتغل، فحبيت اقدم شيء اعبي فيه وقت فراغي، وبنفس الوقت اقدم شيء لهالاطفال اللي هن قاعدين طبعا ما عم يساوي شيء مفيد. جميل عاصم، يعني في النهايه خبرنا رسالتك لكل شخص مر بذات التجربه، تجربه ان يفقد عضو من اعضاء جسده سواء كان عضو او اكثر، خبرنا الرساله الحيه اللي انت بتوجهها لهدول الاشخاص. والله يعني انا الرساله اللي بحب كل شخص بهالدنيا يعني ياخذ فيها، طبعا كل شخص مصاب مو شرط يكون مبتور، كل شخص صار معه اعاقه او تغير نمط حياته، هو انه لا يستسلم ولا يفكر ابدا انه يرجع لورا، ولا يقول يا ريتني، ولا يقول انا كنت اعمل هيك وكنت امشي هالقد وكنت اركض هالقد. خلص يطلع لقدام، ياخذ هذا الشيء على اساس انه هو دافع له. يعني ممكن يكون رب العالمين اختار له يعيش حياته بطريقه مميزه عن 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 باقي الناس، ممكن يكون اختار له انه ياخذ اجر مضاعف، اجر انه صبر على مصيبته واجر انه حولها لشيء منيح. فانا يعني كثير بتمنى اي شخص مر باي تجربه صعبه يحول هي التجربه لشيء منيح، لانه جميل. يعني مثل ما بيقولوا من الالم يولد الامل، فاذا الواحد بس يحس بالالم اذا قدر هيك بلحظه صغيره يحوله لشيء منيح
كثير رح تتغير حياته وكثير رح تصير احسن. جميل. يعني عاصم بهذه النفس المليئه بالرضا، نتمنى فعلا لك التوفيق، نتمنى لكل الاشخاص اللي مروا بتجربه مشابهه ان تنتقل لهم هذا الرضا وهذه الاراده القويه فعلا لصناعه مستقبل مختلف رغم يمكن الالم، لكن نستطيع دائما ان نولد الامل. شكرا عاصم.